السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم أو صباح الخير عليكم، طبعا ما تسمعوني وطبعا ما تدخلوا تشوفوا الفيديو، وطبعا هتستفيدوا منه جدا لأنه عصير مغذي وصحي قوي وهيفيد الجسم ويقوي جهاز المناعة. وطبعا يوم البث اللي فات كنت عاملة بث مباشر الأسبوع اللي فات، وكان طلبته مني إن احنا نعمل عصاير، وطبعا ما فيش احلى بقى من العصير ده، هيكون عصير فريش، وده مش عصير برتقال بس، هقول لكم كمان شوية كده هنعمل ايه مع العصير ده، وهيكون مغذي ومفيد وهيفيد صحتكم قوي وهيفيد الجسم ويقوي جهاز المناعة، وكمان كل المكونات موجودة في البيت وكمان فريش، يعني كل الحاجات اللي فيه طبيعية 100%، مفيش اي حاجة مواد حافظة ولا اي حاجة خالص، وطبعا هتستمتعوا بيه بطعمه ومذاقه الحلو، واحلى عصير بقى من طعم تاني وهيعجبكم جدا. ولو اول مرة تدخلوا القناة فعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكوا الاشعارات بكل اكلة ووصفة جديدة ان شاء الله هتنزل على القناة. وطبعا انا مستمرة معاكم في تقديم الوصفات اللي انتوا عايزينها وبتطلبوها، وطبعا اشتركوا بالقناة طبعا ده اساسي عشان لما تفعلوا زر الجرس هتوصلكوا الاشعارات على طول. طبعا العصير مفيد قوي للجسم وبيبقى حلو قوي، بيعوض الجسم يعني في البرد الناس بتقلل من شرب المية، فلما هتشربوا عصاير هتعوضوا برضو الجسم، بس اهم حاجة بقى تقللوا السكر، برضو السكر يكون نسبته قليلة، ما نزودش السكر كتير، يعني اضافات السكر اللي هنضيفها تكون بس كده بسيطة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده القوام جميل قوي، وطبعا تتحكموا فيه زي ما تحبوا. يعني ما ندخل دلوقتي في الطريقة هعرفكم ازاي تتحكموا فيها. ايه العصير زي ما انتم شايفين كده المفاجأة، جزر وبرتقان، هيبقى عصير برتقان بالجزر، وطبعا بنغسل البرتقان كويس والجزر كويس، وبنحدد الكمية تبع افراد الاسرة المتواجدين. تبع الافراد بتغسلوا بقى الفاكهة اللي انتم عايزينها والجزر اللي انتم محتاجينه، وزي ما انتم شايفين الكمية كده بتبقى حلوة ومناسبة، يعني كده كويسة لأفراد مثلا، يعني تبع عدد أفرادكم بقى حددوا تبع ما كل واحد بيحب يشرب العصير قد ايه. هنغسل الفاكهة كويس والجزر كويس، وهنبتدي بقى نقشرهم. أولا هنقشر البرتقال وهنسيبه في جنب كده لحد ما نجيله، والجزر هو اللي يحتاج مننا اللي احنا نقشره ونقطعه مكعبات أو طرنشات دوائر كده، تبع ما تحبوا التقطيع اللي تريحكم قطعوه، وممكن برضو تقشروه بالمبشرة لو انتوا حابين تقشروا الجزر بالمبشرة، او بس تنضفوا وتغسلوه بأسفنجة حلوة كده يعني خشنة، تنضف اي رواسب منه خلاص وما تقشروهش، وانا افضل كده ان انتوا تغسلوا الجزر بأسفنجة تكون خشنة بس شوية كده وتدعكوه حلو، لان اساسا فايدة الجزر والخضار والفاكهة وكل حاجة يعني في القشرة بتاعتها، فلما احنا نشتري القشرة منها فكده بنطلع فايدة منها كبيرة، فأحسن حاجة نقطعه بالشكل ده بعد ما نكون غاسلينه كويس. هنقطعه زي ما انتوا شايفين كده مكعبات أو أي تقطيعة انتوا تحبوها، وفي مية مثلا حلوة على النار يغلي كده غلوتين لحد ما يستوي نص سوا، يعني نص سوا، وتقفلوا عليه النار. وطبعا هنسيب بقى الجزر في المية بتاعته كده لحد ما يبرد خالص، فهو لما تقفلوا عليه النار وهو نص سوا هيكمل جزء شوية من السوا بتاعته في المية السخنة على ما تبرد زي ما انتوا شايفين كده، وبتحددوا كمية الجزر تبع ما انتوا عايزين، عشان يفضل احسن حاجة ان انتوا تشربوا العصير فريش، يعني ما تسيبوش منه حاجة في التلاجة، لان البرتقان بيمرر، عصير البرتقان بيمرر زي ما انتوا عارفين زي عصير الليمون، فأحلى حاجة اعملوا الحاجة على قد الأكل أو الشرب، أحسن حاجة بتبقى طازة وفريش وطعمها حلو. طبعا بتسيبوه كده يغلي لحد ما يستوي نص سوا، وأنا كده قربت الشاشة شوية عشان تاخدوا بالكم من التقطيع، عادي ممكن تقطعوه أي تقطيع، أهم حاجة مش ممكن مش لازم تكون رقيقة، يعني ممكن تبقى سميكة عادي، ومية من غير أي إضافات، هي مية بس والجزر، لحد ما يغلي كده شوية لحد ما ياخد نص سوا، تكسروه كده بالمعلقة تلاقوها بتتكسر، وبعد كده تطفوا عليها النار وتغطوا عليها أو تسيبوها كده تبرد، وبعد كده هتاخدوا
الخليط ده، الجزر بالمية بتاعته، مش هترموا المية لان فايدة الجزر اساسا نازلة في المية بتاعت السلق، بس بعد ما تبرد هتاخدوها وفي الخلاط مع البرتقال وهتضربوها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهتضيفوا حوالي 2 معلقة سكر او 3 معالق سكر يعني تبع الكمية يعني، بس كده تعوضوا فرق المية اللي متضافة للجزر او العصير لو انتوا حبيتوا تخففوا السمك بتاعه، بتزودوا المية وتخلوا السمك بتاعه خفيف، حابينه يكون تقيل شوية بتسيبوه برضو، انتوا بتحددوا السمك تبع ما تحبوا سواء بتحبوه تقيل او خفيف، وهو في كلتا الحالتين يعني جميل والله، بس تبع ما تحبوا، لو عندكم اطفال وبيحبوا العصير يكون خفيف بس كده عشان يكون سهل في البلع وفي الشرب عادي مفيش مشكلة، انتوا بتحبوه يكون تقيل شوية عادي ممكن انتوا تتحكموا في ده زي ما انتوا شايفين كده، ولو انتوا حابين يعني تغيروا حتة سلق الجزر وتعملوها فريش خالص، هتبشروا الجزر كويس، تبشروه في المبشرة وبعدين تضيفوا عليه البرتقال بعد ما تقشروه فصوص البرتقال عادي خالص من غير ما تعصروها في عصارة ولا حاجة، وهتضيفوا عليها قليل من الماء كده ومعلقتين السكر وتضربوهم في الخلاط، بس بيكون هنا الجزر يعني ريحته طالعة اكتر وباينة، بس هنا لو انتوا حابين ما يكونش ريحة الجزر باينة ولا تحسوا ان الحاجة كده مش مستوية كده، فهنا يبقى جميل خالص وبرده محتفظ بقيمته الغذائية وحلو قوي، هيعجبكم قوي بالطريقة دي، واحلى عصير كده من طعم تاني، وطبعا ان شاء الله انتظروا وصفات وعصائر واكلات جديدة ان شاء الله ومفيدة، واهم حاجة انها تكون مفيدة ومغذية لكم، طبعا انتوا عارفين ان الجزر مفيد قوي للنظر وده المقولة المعروفة الجزر بيقوي النظر، وطبعا عصير البرتقال هيساعد ان الجسم يمتص القيمة الغذائية اللي في الجزر، وغير بقى البرتقال فايدته بقى للبشرة وللشعر وللجسم والنضارة، وكمان بيساعد الجسم يمتص اي قيمة غذائية في الاكل، طبعا البرتقال جميل قوي والليمون وفيتامين سي حلو قوي، وطبعا الجزر فيه فيتامين ايه يا جماعة فيتامين الف وهي بتهيألي، فالجزر حلو قوي يعني مفيد، فاحلى يعني انا عايزه ابقى اعمل لكم اكلات واجيب لكم الفيتامينات اللي فيها، ايه رايكم نبقى نعمل فيديو بكل نوع فاكهه والفيتامين بتاعها، انا يعني هجيب من على جوجل كده كل الانواع الخضار والفاكهه والفيتامينات بتاعتها ونجمعها كده في فيديو، ونشوف ايه الحاجات اللي لازم يعني ايه نحافظ عليها قوي في الفتره ديت عشان تقوي جهاز المناعه، وطبعا اولها خالص طبعا فيتامين سي، اول ما انتشرت كورونا كانوا بينصحوا الناس تاخد اقراص فيتامين سي، فهنا بقى تبقى قيمة غذائية كبيرة، ويا رب يعجبكم، وسلام عليكم وانتظروني في الفيديو القادم.